بقى المدير اللي عليا ده عايز اقول لكم ده حلو جدا، ده شغله كده جاي من هنا سيمبل جدا، وبعدين جاي كده في وش القطعه اماكن كده ايه ادوار تطريز. الشغل بتاعنا جاي من على طرف الكم كده يا دوب، تمام، وحلو قوي، مش مفتوحه قوي زياده عن اللزوم، حلوه كده، واللون ده خطير، حلو قوي في الشتاء. المدير اللي عليا ده عايز اقول لكم شايفين تطريز جاي بالطول كده مختلف، انا اول مره اشوف الموديل ده، حلو قوي عجبني شغله، برده من اول الكم هنا والكم استك، كم فانوس يا جماعه اهو، تمام الشغل كده، وباقي القطعه ساده، حلو قوي وعجبني، والوانه كلها حلوه ما شاء الله. موديل شيرين بقى، بصوا الموديل ده حلو قوي، عامل زي ما يكون كده ليه سبعه ولابسه طب تحت هنا، وليها كده الشغل جاي من السبعه لغايه تحت تطريز، وكمان معانا جيبين، والكم بتاعها نازل على راحته زي ما احنا شايفين، وتطريز خفيف جدا. الموديل ده موديل بحبه، قريب لقلبي، شياكه، جميل، كل الكلام الحلو يتقال عليه، عجبني بصراحه. بصوا عامل ازاي، نص ياقه وشغل من على النص ياقه، وجاي كده التطريز من هنا ونازل مسحوب معاكي لغايه تحت، مفيش حاجه ثانيه، الكم من هنا سيف الكم عليه تطريز، ويا دوب كده حته هنا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين في جوله جديده من عند الملواني، الشارع السياحي الكرداسه، احلى عبايه واعلى تشكيل واحسن سعر واحسن خامه النهارده طبعا عند الملواني. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا باول موديل معانا. الموديل ده ما شاء الله من الالوان، من الموديلات الحلوه قوي، اللي هي بتبقى نص ياقه زي ما احنا شايفين، وبتاخد التطريز من اول الياقه هنا لغايه القطعه تحت، وكمان ليها جيبين زي ما احنا شايفين معانا، الرمادي والكحلي، مقاساتنا 1 و2، 1 هيلبس لغايه 90 و2 هيلبس معانا لغايه 120، والخامه بيبقى فيها مطه، يعني ممكن يلبس كمان اكتر شويه من كده، اكتر من الاوزان اللي بقول عليها. بصوا الموف فيها شياكه ازاي، الموف فيها قمر حلو جدا، والسيمون بينور بينور لوحده، اطفي النور هتلاقي نفسك نورت، بجد حلو قوي ومبهج قوي، والخامه جامده جدا. الخامات بتاعتنا كلها قطيفه، قطيفه هايدي، حلوه قوي، والخامه لما تشوفيها وتمسكيها هتعرفي انا بتكلم عن ايه. معانا منها كمان اللون النبيتي، طبعا هي لون تطريز واحد بس ممكن اللون ده يتغير على حسب لون القطعه نفسها، زي الاسود هنا في الهافان زي ما احنا شايفين كده. الموديل اسمه نسمة، طبعا عندنا شحن للكهرباء الكبرى والمحافظات، والارقام قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. النهارده الموديل ده معانا ب 300 يا جماعه، الخمس قطع ب 1500، شايفين الزيت بتاعها الشياكه ازاي؟ بجد حلو قوي. معانا كمان منها الهافان، قطع معانا النهارده ب 300، والشحن قلنا من خمس قطع، يعني الخمس قطع ب 1500. معانا موديل ورد بقى، الموديل ده من الموديلات الحلوه قوي، الشياكه المختلفه اللي ليها كده روح مختلفه. معانا هنا ورد على جنب، تمام، وفي نفس الجنب ورا في ورد. الكم بتاعنا هنا كم فانوس من اول الكم، فيه شغل تطريز، وطرف الكم كده والظهر كمان في شغل. طب نشوفها بقى من الظهر، بصوا الظهر بتاعها هنا من نفس الجنب اليمين عليه ورد، هنا اهي ما شاء الله، ده الوش يا جماعه وده الظهر، فانت لابسه قطعه مميزه، تمشي يمين تمشي شمال روشاهم كده، في كده ورد كده حلو وسيمبل، ولون تطريز واحد مش الوان كتير عشان ورده هنحط الوان، لا برده مخليها القطعه شيك وسيمبل في نفس الوقت. معانا كمان منها اللون الزيتي، شايفين شياكه ازاي؟ المطه يا جماعه اللي بقول لكم عليها اهي، بصي بتحط ازاي؟ جامده جدا وبترجع تاني زي ما كانت. طيب معانا كمان منها الجراي، بصوا الجراي ده اللي هو الغامق مش الفاتح، بيضوي معاكي بيديكي الدرجتين الفاتح والغامق. السيمون بقى عاجبني، منور جدا، منور قوي، عارفين يعني يدخل القلب كده، لون حلو قوي ومريح جدا للعين ومبهج بصراحه. معانا كمان منها اللون الموف زي ما احنا شايفين كده، قلنا مقاساتنا 1 و2، 1 هيلبس لغايه 90 و2 هيلبس معانا لغايه 120، وقلنا عندنا شحن للقاهره الكبرى للمحافظات، والارقام موجوده دلوقتي على الشاشه. اخر لونين فيها اللون النبيسي واللون الاسود، وزي ما احنا شايفين اكبر تلبيس بيلبس معانا لغايه 120، ممكن يلبس حته كده زياده كمان تبقى سلام عليكي في اللبس، تمام. الشحن معانا من اول خمس قطع، والخمس قطع معانا ب 1500. موديل شيرين بقى، بصوا الموديل ده حلو قوي، عامل زي ما يكون كده ليه سبعه ولابسه طب تحت هنا، وليها كده الشغل جاي من السبعه لغايه تحت تطريز، وكمان معانا جيبين، والكم بتاعها نازل على راحته زي ما احنا شايفين، وتطريز خفيف جدا. القطعه حلوه قوي، ما فيهاش رغي كتير، هم الوان خفيفه قوي في التطريز، بجد حلو قوي الوان التطريز عليها ما شاء الله، حلو قوي. لون الهافان برده شياكه جدا، تمام. معانا كمان اللون الزيتي، بصوا الزيتي يا جماعه والوان التطريز عليه فظيع، حلو جدا. عندنا قلنا مقاس 1 و2، 1 بيلبس لغايه 90 و2 بيلبس لغايه 120، وزي ما احنا شايفين الموديلات ما شاء الله الوان التطريز بتتغير من كل قطعه للتانيه. القطعه معانا النهارده ب 300، ده مقاس 2، شايفين مقاس 2 شياكه ازاي؟ حلو جدا.
القطع معانا ب 300 والشحن معانا من اول خمس قطع، يعني الخمس قطع ب 1500. شايفين الكم عامل ازاي؟ بجد قطعه حلوه شياكه كده في نفسها. اللون الزيتوني خطير في القطيفه، شايفين الوان القطيفه كلها بجد مبهجه جدا، حلوه قوي وتخطف العين. بص البترولي ازاي عامل ازاي في القطيفه، شايفين واخدين بالكم عكس اللون ده؟ حلوه جدا ما شاء الله، قطيفه محترمه، خامه تقيله تاخديها وانت مغمضه. زي ما احنا شايفين كده كثافه القطعه، شايفين القطعه كثافتها عامله ازاي؟ مفيش، مش هتلاقي الشغل ده عند حد بالطريقه دي. الخامه دي وبنفس السعر ده، اتحداكي ان انت لو لقيتي الخامه دي عند حد بالسعر ده غير عند الملواني طبعا. معانا بقى كمان الموديل الشياكه ده، بصوا ده يا دوب كده وعد اسمي. ايوه معانا كده الصدر بتاعه هنا مربع التطريز بتاعه جاي سيده، تحت يا دوب كده تطريز خفيف قوي، الكم بتاعها عليها تطريز زي ما احنا شايفين، والكم استك برضو. قطعه بصراحه حلوه والشياكه. معانا منها كمان الكشمير، معانا الموف وقلنا الكشمير كمان، بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه قوي. قطع سيمبل للناس اللي بيحبوا الشغل ما يبقاش كتير من على الصدر، دي مناسبه جدا. تمام زي ما قلنا كل موديل معانا فيه تقريبا 8 الوان ما شاء الله، البترولي فيها برضو خطير جدا بسم الله ما شاء الله. احنا عندنا 12 لون، في 4 الوان بيتحركوا ما بين الموديلات وبعضها. طيب معانا كمان فيها الكحلي بسم الله ما شاء الله، قلنا اكبر تلبيس فيها لغايه 120. الناس اللي سالتني في التعليقات يا شيماء هو ما فيش حاجه تلبس 70، مقاس واحد يلبس من 70 معاكي لغايه 90، فبيبقى معاكي حلو قوي. ولو اخدتي موديل بحزام هيلم المقاس عليكي ويظبط لك القطع عليكي زي ما انت عايزاها بالظبط. طيب معانا كمان منها الاسود اخر لون فيها، والقطعه دي معانا النهارده ب 300 والشحن من اول خمس قطع، الخمس قطع ب 1500. معايا بقى الموديل اللي عليا ده اسمه انجي، زي ما احنا شايفين كده، شايفين الشغل والتطريز عامل ازاي؟ قطعه حلوه قوي برده، الكم بتاعها استك، الكم بتاعها طويل يا جماعه. بصوا انا فردت الكم يا دوب طرف صوابعي هو اللي باين. عايزه اقول لكم الموديلات دي بالخامه دي بتتباع بره ب 400، بس احنا طبعا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا شغل مميز زي ما انتم شايفين، وفينش وخامه والوان تطريز مناسبه جدا مع القطعه، في ذوق في القطعه وب 300 جنيه بس. طيب معانا ايه بقى منها؟ معانا كمان اللون الزيتوني فيها حلو قوي، انا عاجبني بصراحه. معانا كمان اللي بيتي طبعا، هي لون تطريز واحد فما شاء الله يعني كمان مشيكها قوي. الحاجات اللي بتبقى لون تطريز واحد احب اقول لكم ان هي بتبقى مناسبه للناس الكبيره، لو انت عايزه تجيبي هديه لحد كبير ومحتاره فيها تجيبي ايه، فالحاجات دي بتبقى مناسبه جدا للهدايا المبهمه اللي انت ما بتبقيش عارفه ذوقها ايه، فدي بتبقى مناسبه جدا. لكن لو عارفه بقى عندنا اختيارات ثانيه كتير تقدري تدلعيها فيها. معانا ده حلو قوي، قلنا مقاسات واحد باتنين، واحد هيلبس لغايه 90 واتنين هيلبس معانا لغايه 120. في كمان الموف فيها برده شياكه قوي، الدرجات القطيفه فيها جاذبيه كده خطيره. طب بصوا الكشمير والله يا عرايسي حلو قوي ما شاء الله، لو عروسه بتجهزي لازم تاخدي لك كام قطعه، ما تقوليش مش بلبس عبايات، هتحتاجيهم هتحتاجيهم على الاقل، لو جالك ضيوف هتطلعي من الدولاب وتحطي لهم يلبسوا. معانا كمان اللون السيمون، بصوا يا جماعه السيمون في التطريز الابيض، شايفين القطعه عامله ازاي؟ قطعة حلوة قوي قوي بجد، قطعة كده خفيفة يعني تحسيها يعني هي القطعة وانت لابساها حلوة ما شاء الله. عايزة اقول لكم بجد خامتها حلوة بتعكس اللون، عايزة اكد على الحتة دي، بصوا فين عكس اللون لفوق. ايوة ما شاء الله خطيرة، والتطريز زي ما احنا شايفين كده تحسوه غارس في القطعة، هيبان كمان على هيبان على الكحلي، بصوا اهو ده اللي انا بقول عليه، دي كثافة الحتة نفسها، الفتلة كثيفة فما شاء الله بجد بتديكي كده القطعة. كنت عايز تقول لي ايوه نظبط الاتجاه، في ناس ممكن تخلف الاتجاه فتلاقي ضيق قطعة مختلف، دي تلاقي كده لون ودي لون، ده طبعا عيب في العداية. تمام احنا الحمد لله ما عندناش الكلام ده، انت بتاخدي القطعه بتاعتك مفروزه كل الشغل خارج ما شاء الله يعني 10 على 10. معانا كمان موديل موده، بصوا الموديل ده حلو قوي، في شغل كده سلاسل نازله من فوق جميل جدا ما شاء الله، وليه طبعا خياطه من هنا، طبعا الحركه دي بتديكي وسع شويه. كمان الكم بتاعها من هنا جاي من عند الكتف من فوق كده يا دوب شغل تطريز، وبعد كده نازله على فانوس ساده. تمام وهنا كمان نفس الحكايه، الله شغل في الظهر جميله قوي دي، انا بحب القطعه اللي بيبقى ليها شغل في الظهر، شايفين شايفين القطعه عامله ازاي بجد حلو قوي. طيب معانا منها بقى كمان الزيتي، شفنا البترولي وده الزيتي، تمام مقاساتنا فيهم واحد واتنين، واحد بيلبس لغايه 90 واتنين هيلبس معانا لغايه 120، ومقاس واحد بيلبس معانا من 70، محتاجه انك تلبسي اقل من كده خدي قطعه كده بحزام او انت ظبطيها معاكي. طيب معانا كمان منها الكشمير والموف ما شاء الله، يعني القطيفه بتاعتهم جميله جدا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم عجباني القطيفه ما شاء الله، وفي الخمس سنون باينه قوي حلوه جدا، يعني الوان التطريز باينه جدا على القطعه، يعني حاجه زي كده واخده درجتين تطريز،
ما شاء الله شياكه جدا. طيب معانا كمان فيها الاسود، تحسوها زي الدرس بذمتكم، تحسوا الاسود عامل زي الدرس ولا لا؟ جميله قوي. طيب القطعه دي معانا النهارده ب 300، والشحن من اول 5 قطع، والخمس قطع معانا ب 1500. في كمان معانا اللون الزيتوني فيها، شايفه القطعه عامله ازاي؟ جميله. هادي بيها، حطيها في دليبك لو تاجر جمله وعايز تاخد، عندنا الكميات اللي تطلبه هتلاقيه. معانا كمان فيها الكحل ما شاء الله زي ما احنا شايفين، حاجه كويسه جدا ما شاء الله. كميات موجوده يا جماعه تجار الجمله والتجار الاونلاين برده، كمياتنا موجوده وموديلاتنا كتير، تختار منهم اللي انت عايزه. كمان عرايسنا الحلوين معاكي موديلات قمر قوي وشياكه وكامه محترمه جدا، وسعر مش هتلاقيه في حته. الموديل ده موديل بحبه، قريب لقلبي، شياكه، جميل، كل الكلام الحلو يتقال عليه، عاجبني بصراحه. بصوا عامل ازاي، نص ياقه وشغل من على النص ياقه، وجاي كده التطريز من هنا ولازم مسحوب معاكي لغايه تحت، مفيش حاجه ثانيه. الكم من هنا، سيف الكم عليه تطريز ويدوب كده حته هنا. بجد الموديل ده داخل قلبي اول ما شفته، جميل جدا جدا جدا. شايفين البيس بتاعه حلو ازاي، جميل قوي ما شاء الله. طبعا معانا منه 8 الوان، والقطعه دي معانا النهارده ب 300، وقلنا الشحن من اول 5 قطع، والخمس قطع ب 1000. طيب بصوا الجري فيها قمر، موديل قمر، الجري في الابيض بيتكلم لوحده، مش محتاجه اتكلم عنه ما شاء الله، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. طيب بصوا السيمون بقى مع الابيض منور، ابهريهم كده، البسي سيمون هتحسي ان انت الجمال ده، عارفين انتوا الاحساس ده؟ لا حلو قوي ما شاء الله، والخامه محترمه جدا، والسعر مش هتلاقيه عند حد غير عند الملاوين. الخامه دي انا بتكلم على الخامه يا جماعه، خامه محترمه جدا. طيب معانا كمان منها الكشمير، شايفين درجه الكشمير فيه عامله ازاي، وده مقاس 2 يا جماعه. معانا برده البترولي، ده لون تطريز واحد، ده مناسب لناس كتير جدا، تمام ما شاء الله حلو قوي. معانا كمان اللون الكحلي فيها، بسم الله ما شاء الله، جميل حلو قوي، تمام. اخر لون اللون الهافون، شياكه بقى، لون شتوي، لون دافي كده، حلو قوي قوي ما شاء الله. طبعا ارقامنا قدامكم دلوقتي على الشاشه وانت بتتفرجي، اسفل الشاشه تواصلي معاهم على طول عشان يبقى التواصل اسرع، ابعتي لهم اسم الموديل وابعتي لهم اللون والمقاس حتى يردوا عليكي على طول، وكم قطعه انت عايزاها او كم موديل، تمام. معانا ايه كمان؟ كيان، بصوا الموديل ده ما شاء الله حلو قوي، الصدر بتاعه جاي من فوق كده فيه شغل، وجاي كده زي فستونات وخياطه من هنا، وبعد كده جاي شغل من على نص العبايه من تحت وخياطه. القم بتاعها كله تطريز وش وظهر، تمام. معانا منها اللون البترولي، ومعانا الزيتي، شايفين الزيتي ملكي كده، شياكه حلو قوي ما شاء الله. طبعا مقاساتنا 1 ب 2، واحد هيلبس لغايه 90، واثنين هيلبس معانا لغايه 120، والارقام قدامك على الشاشه، اوعي تنسي تتواصلي معاهم من خلال الارقام دي، مالناش ارقام غير اللي قدامنا على الشاشه، دي الارقام اللي انتوا تتواصلوا مع الملواني عليها على طول. طيب معانا النبيسي، ومعانا كمان الزيتوني، تمام ما شاء الله. طبعا يا جماعه احنا قلنا شحن من اول 5 قطع، والخمس قطع ب 1500، لان القطعه ب 300. طيب معانا كمان اللون الكشمير، الكشمير ده مقاس 2، تمام. بصوا الموف فيها حلو ازاي، الموف قمر جامد جدا. هنا السيمون داخل فيه كده الوان مختلفة شوية، تطريز في الابيض بس مدخلين معاه كده درجات تطريز مختلفة، فما شاء الله برضو حلو قوي. اخر لون فيه اللون الكحلي، لونها حلو، موديل قمر، شياكة، مختلف عن الموديلات ما شاء الله وحلو قوي. دي معانا النهاردة ب 300، وارقامنا على شاشة للتواصل مع الملواني، قلنا عندنا شحن لقناة كبرى المحافظات، والخمس قطع ب 1500. طيب معانا بقى الموديل القمر ده حلو قوي، عايزه اقول لكم ده لبسته المره اللي فاتت، اتسالت عليه كتير جدا ما شاء الله، حلو قوي. ليه هنا نص ياقه وشغل دواير كده داخله في بعضها، حلو قوي، وخياطه وحزام، الحزام ده مهم قوي لو انت بناتك صغيره، الحزام ده هيظبط لك المقاس عليها. كمان الكم بتاعها فانوس، وكل الكم عليه تطريز، تمام. معانا الكشمير فيها كمان ما شاء الله حلو قوي، دي طبعا مقاساتها 1 و2، واحد هيلبس معانا لغايه 90، واثنين هيلبس معانا لغايه 120. في كمان الموف فيها، شايفين الموف، الموديل ده يا جماعه باكد تاني، ده موديل بحزام للناس اللي بيبقوا عايزين حاجه بحزام تظبط المقاس عليهم، ده جميل جدا، وموديل شيك وراقي برده، لون تطريز واحد ومختلف كده في اماكن التطريز، الكم كله تطريز والصدر وحزام، فتحسيه دراس في نفسه كده. طيب معانا كمان في الزيتي ان شاء الله، جميله ما شاء الله. معانا برده الرمادي، شايفين الرمادي حلو ازاي، جميل بسم الله ما شاء الله. الخامه بتضوي لكن ما فيهاش لمعه صريحه، تمام. معانا السيموم، ومعانا كمان الاسود. معانا بقى الموديل اللي عليا ده، عايزه اقول لكم شايفين تطريز جاي بالطول كده مختلف، انا اول مره اشوف الموديل ده، حلو قوي عجبني، شغل برده من اول الكم هنا، والكم استك، كم فانوس يا جماعه اهو،
تمام الشغل كده، وباقي القطعه ساده حلو قوي وعجبني، والوانه كلها حلوه ما شاء الله. الموديل ده اسمه ابتسام. طيب انا معايا اللون النبيتي، معانا كمان اللون الهافان والكحلي. الموديل ده ما شاء الله ده بحزام شايفين بجد حلو قوي ما شاء الله. معانا منه كحلي كمان زيتي، مقاساته 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90، وطبعا الحزام معاكي بيظبط المقاس، واثنين بيلبس لغايه 120 ما شاء الله. حلو قوي البترولي ده جميل، شايفين الكم يا جماعه؟ طبعا تطريز الكم استك، والتطريز كمان الجاي على الكتف فوق واخد معاكي للظهر، حلو جدا. معانا برضو فيها الموف كمان، شايفين بجد الموديل حلو قوي. عندنا فيه 8 الوان، طبعا كل موديل عندنا فيه 8 الوان، في 4 الوان بقى بيتحركوا ما بين الموديلات بنكتشفهم مع بعض واحنا شغالين. معانا كمان لون الاسود، الاسود يعني انا مش حاسه ان احنا شفنا اسود قبل كده. بصوا الاسود فيها برضو حلو قوي، ومعانا كمان اللون الكشمير برضو جميل جدا. يعني احنا عندنا في القطيفه الكشمير والسيمون والاسود والكحلي والبترولي والزيتوني والزيتي والكشمير، مش عارفه قلنا الكشمير ولا لا. عندنا النبيتي كمان، عندنا الوان كتير ما شاء الله. طيب بصوا النبيتي فيها حلو ازاي، ده كان اخر لون فيها. القطعه النهارده معانا ب 300 والخمس قطع ب 1500، وقلنا ارقامنا على الشاشه للتواصل مع الملاوي. بقى الموديل ده حلو قوي قوي بصراحه، كارما من الموديلات الجميله. بصوا يا جماعه نص ياقه كده وشغل صدر من هنا، والكم كمان من اول الكتف كده عليه تطريز، وهنا طرف القطع عليها تطريز. عايزه اقول لكم حلو قوي، معانا منها بقى ما شاء الله الوان كتير، شغل تطريز ظهر زي الصيفي، حلو قوي قوي قوي. انا الموديل ده بحبه قوي بصراحه، جميل وشياكه وسيمبل وحاجه كده بيتكلم لوحده. طيب معانا الزيتوني فيه برده قمر قوي، ومعانا كمان فيه السيمون زي ما احنا شايفين كده. القطعه حلوه، قلنا مقاساتنا 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس معانا لغايه 120. معانا كمان اللون البترولي فيها شياكه جدا ما شاء الله، شايفين الكشمير فيها برده حلو قوي. الموديلات دي حلوه، لون تطريز واحد كده، حاجه رايقه للناس الرايقه عارفين انتم. بجد الموف فيها برده جامد جدا، وكمان النبيتي فيها شياكه. القطيفه بتاعتنا قطيفه هايدي ما بتلمعش، مطفية يا جماعة، هي بتضوي معاك يعني تحسي اللون بيديكي الدرجة بتاعته والافتح كمان، عارفين انتوا الاحساس ده؟ بجد حلو قوي. اسمهين ده موديل بحزام بقى، عشان انا بحب انبه دايما على الموديلات اللي بحزام عشان بتلبس مقاسات اصغر من ما احنا بنبقى قايلين. تمام بصوا معانا منها كده، هات كده يا بصوا ان شاء الله اللون النبيتي بتاعها حلو قوي، تلبسها حلو بحزام. الكم بتاعها كم فانوس وباستك، شغل تطريز وش وظهر كده تمام، وزي ما احنا شايفين القطعه من قدام شغل من على الصدر ويا دوب على طرف القطعه تحت. تمام معانا كده منها اللون النبيتي، معانا كمان اللون الاسود. بصوا الاسود تطريزه في البيج شياكه ازاي، بجد حلوه جدا ما شاء الله. معانا كمان فيها الكحلي، طبعا انت بتاخدي كل قطعه مكتوب عليها الملواني، انت بتاخدي براند، انت واخده قطعه مميزه جدا وخامه ما شاء الله، وسعر كمان اللي احنا بنقول عليها هنا ب 300 بتتباع بره ب 400، فاحنا بنديكي خامه وبنديكي موديل كمان تلبسيه وانت مبسوطه، موديلات قمر وشياكه. معانا كمان منها الكشمير حلو جدا بسم الله ما شاء الله، ده مقاس واحد يا جماعه، ومعاكي حزام يلبس معاكي. هنقول العادي بتلبس من اول 70، لا ده هيلبس من اقل من 70 كمان علشان الحزام هيلم معاكي المقاس. معانا الموف، ومعانا برضو البترولي. بصوا البترولي في القطيفه شياكه ازاي بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. طيب معانا كمان الزيتي، شايفين الزيتي حلو ازاي ما شاء الله، جميل بسم الله ما شاء الله. طبعا القطعه دي معانا ب 300 والخمس قطع ب 1500، والارقام قدامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني. قلنا عندنا شحن القطع الكبرى والمحافظات. في بقى الموديل اللي عليا ده عايز اقول لكم ده حلو جدا، ده شغله كده جاي من هنا سيمبل جدا، وبعدين جاي كده في وش القطعه اماكن كده ايه ادوار تطريز. الشغل بتاعنا جاي من على طرف الكم كده يا دوب تمام، وحلو قوي مش مفتوحه قوي زياده عن اللزوم، حلوه كده، واللون ده خطير حلو قوي في الشتوي. طيب انا معايا اللون العسلي او الهافان، معانا منها النبيتي، النبيتي بتاعها برده حلو قوي بسم الله ما شاء الله، وزي ما احنا شايفين الكم بتاعها استك اهو تمام. ومعانا منها كمان الاسود، جميله جدا بسم الله ما شاء الله، هي بكسر من على الخياطه اللي هنا دي كسر، واخدين بالكم تفصيله مهمه وحلوه. معانا فيها كمان الزيتي، شايفين الزيتي جميل ازاي بجد حلو قوي. طيب معانا برده كمان الكشمير، قلنا كل موديل فيه تقريبا 8 الوان، حلوين قوي ما شاء الله. الخامه قطيفه هايدي، القطعه معانا ب 300 والخمس قطع ب 1500، والارقام موجوده قدامك على الشاشه للتواصل مع الملواني. وقلنا عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات،
كمان معانا اللون السيمون ما شاء الله شياكه جدا. شايفين يا جماعه تبادل الالوان مع بعضها، واخدين بالكم بجد قطعه حلوه قوي وشياكه جدا في اللبس. ومعانا كمان الجراي الغامق بشياكته والقمر ده بجد حلو جدا. واللون اللي انا لابساه اهو تمام كده، هو المفروض قدامكم ده مقاس، ده مقاس واحد تمام. الموديل اسمه نغم، حلو قوي عشان احنا ما قلناش الاسم. ده معانا النهارده ب 300 وقلنا خمس قطع ب 1000 ونص. بجد الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.